بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي رئيس نعمان مدارس النقاط الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، كنا قد تحدثنا في الحصص الماضية عن وحدة الإسناد، وأسندنا الفعل الماضي وتعرفنا على قاعدته، وأسندنا الحصة الماضية على الفعل المضارع وتعرفنا على قاعدته، وقلنا أن الفعل المضارع عند إسناده إلى ضمير المتكلم والمخاطب والغائب لا يطرأ عليه تغيير إلا عند إسناده إلى نون النسوة، فنون النسوة عندها يبنى على السكون. طبعا هذه مش معلومة جديدة علينا، لأن تعرفنا عليها من وحدة الجملة الفعلية. وفك التضعيف عند إسناده إلى الفعل المضعف إلى نون النسوة، فقلت مثلا هو يعد، هن يعددن، هن يفككن، تمام، هن مثلا يرددن، أو هن يمددن، واضح هذا الشيء. الآن بدي أسند في هذه الحلقة، في هذه الحصة، عن إسناد الفعل الأمر. مثل ما قلت لكم في الحصة الماضية أنه فعل الأمر السهل والجميل فيه أنه لا يسند إلا إلى ضمير مين؟ المخاطب. يعني عمركم شفتوا فعل مضارع، فعل أمر عفوا، مسند إلى الغائب؟ أكيد لا. مسند إلى المتكلم؟ أكيد لا. نحن لا نسند فعل الأمر إلا إذا إيش؟ إلى المخاطب. فانظر، أول إشي فعل مضارع صحيح سالم، أمر صحيح سالم، أنت أكتب، أنتما أكتبا، أنتم أكتبوا، أنت أكتبي مع ياء المخاطبة، أنتما أكتبا مع ألف الاثنين، أنتن أكتبن مع نون النسوة. إذن إذا لاحظت إنه الفعل الأمر بني على السكون مع أنت، وبني على السكون مع نون النسوة، لكن مع بقية عند إسنادي إلى ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة إشماله بني على حذف النون من آخره، واضح؟ طبعا هذا الكلام بده ينطبق أيضا على الفعل الآخر. أقول أنت حاور، إذا بني على السكون، أنتن حاورنا، إذا إيش على الراء حركة أيضا سكون، إذا بيبنى الفعل الأمر على السكون عند إسنادي إلى ضمير المفرد المخاطب، وعند إلى إسنادي إلى نون النسوة، تمام؟ لكن عند بقية الأفعال إلى ألف الاثنين حاورا، أنتم حاوروا، أنت حاوري، وأنتما للمؤنث أيضا حاورا. إذا عند إسنادي إلى ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، على ماذا بني هذا الفعل؟ بني على حذف النون من آخره. بتبقى عندي أعزائي الطلبة الفعل المضارع الفعل الأمر عفوا المضعف. طلع أنت عد ده، أو أنت أعدد. إذا طلع يجوز كلا الحالتين هنا مع أنت، إما أن تبقي التضعيف عد، أو أنت أعدد، أو تفك التضعيف، تمام. إذا فعل الأمر المضعف يجوز إنك تفك التضعيف، تمام، أو تبقي على التضعيف مع أنت، لكن مع أنتما عدا، أنتم عدوا، أنت عدي، أنتما مرة أخرى عدا. إذا هنا إيش؟ بقي التضعيف مع ألف الاثنين مع واو الجماعة ومع ياء المخاطبة، بقي التضعيف كما هو، لكن مع أنتن إيش صار؟ أعددن. إيش الشيء المتغير عليه؟ إني أنا فككت التضعيف. إذا عند إسناد الفعل الأمر المضعف الآخر، تمام، يجوز لك أن تبقي على التضعيف مع أنت أو تفكه، لكن مع أنتن مع نون النسوة يجب أنك تفك التضعيف. إذا هنا تجوز كلا الحالتين، لكن مع أنتن اللي هي نون النسوة يجب أنك تفك التضعيف. إذا أنت هنا مخير ما بين الإبقاء على التضعيف أو فكه، لكن مع نون النسوة يجب علينا فك التضعيف، لكن مع ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة يبقى التضعيف كما هو. إذا نستنتج أعزائي الطلبة إنه أصلا الفعل الأمر إحنا نتعلمنا من قبل إنه الأصل إنه يكون مبني على السكون، لكن فعل الأمر يبنى على حذف النون من آخره عند إسناده إلى ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، هذه الحالة الأولى، يجوز إنه نبقي على التضعيف أو نفك التضعيف مع ضمير المخاطب المذكر، لكن يجب فك التضعيف مع مين؟ مع النسوة، واضح؟ هذا الاستنتاج نستنتجه معا.
انه زي ما قلت لك الاصل في الفعل الامر انه يكون مبني على السكون، لكن يبنى على حذف النون حين اسناده الى واو الجماعه الف الاثنين ياء المخاطبه. اثنان، يجوز فك التضعيف او ابقاء عند اسناد فعل الامر الى ضمير المخاطب المفرد المذكر مع انت، يعني بقول مع انت عد او انت اعدد، تمام. اما مع نون النسوه يجب انك تفك التضعيف، فقول انتن اعددن، يجب 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 فك التضعيف. اذا هنا يجوز لك الحالتين، فك التضعيف او ابقائه هون، لكن يجب تفك التضعيف، وهنا يبنى على حذف النون مع واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. هيك احنا أعزائي الطلبة بنكون انتهينا من شرح وحدة إسناد الفعل الصحيح الآخر إلى ضمائر رفع المنفصلة. يتبقى علينا إن شاء الله حل الأسئلة وتمارين الدرس. أستودعكم الله وأراكم على خير إن شاء الله تعالى.